اتوبيس ختافي داخل، وجماهير ختافي بتستقبله. كله بيجري عشان يتفرج على اللاعبين، وهم كولوسيوم ألفونسو بيريز. خيمي متى لاعب مشهور، دانيال سواريز لاعب مشهور في ختافي، أرامبري واحد من أفضل لاعبي ختافي. كتير ما بين جماهير ختافي، أرامبري اهو موجود من جديد، لان أرامبري واحد من اللاعبين المرشحين ينتقل للنادي اكبر من ختافي. الناس كلها طبعا اللاعب التركي، كل جماهير ختافي يعني من اكثر اللاعبين اللي بيحبوهم هم أرامبري، ممكن إنيس أونال. اللاعب ده فالكاو اهو، الجهاز الفني بس الملعب. Gracias.